بدءاً من عام 1923 خاض حمد باشا الباسل الانتخابات النيابية مرات متعددة ليبدأ تجربة جديدة من تحت قبة البرلمان. تلك التجربة كانت فرصة جيدة استغلها لزيادة إسهاماته الوطنية واستكمال خدماته الاجتماعية المقدمة إلى أهالي دائرته بالفيوم. حمد باشا الباسل أيضاً عندما تدرس الحياة النيابية في مصر وبواكير هذه الحياة فهو واحد من أبطال هذه الحياة على المستوى النيابي التشريعي والرقابي، وهو كما نعرف كان وكيلاً لمجلس النواب عندما كان عضواً فيه، وكان أيضاً وكيلاً للوفد، ولذلك أطلق عليه لقب صاحب الوكالتين لأنه كانت له قدم قوية في البرلمان وقدم قوية في الوفد، وعلى هاتين القدمين كان يتحرك على المستوى السياسي والمستوى البرلماني. أولاً على المستوى العام في محافظة الفيوم كان كثير التبرع لإنشاء مدارس، لإنشاء كتاتيب لتعليم الأطفال، لإنشاء المكتبات العامة اللي يزيد فيها من ثقافة الناس. على المستوى العائلي كان دائماً يجمع الأسرة حواليه ويحاول باستمرار أنه يحل أي مشاكل اجتماعية يكون موجودة بين أفراد الأسرة بل وبين أفراد المحافظة ككل، وكان دايماً يستعان برأيه لأنه كان ربنا سبحانه وتعالى مديله قدر من الحكمة وحسن التصرف والرأي إنه يقدر يحل هذه المشاكل اللي بتقع ما بين الناس وبعضها. لما حبوا يدخلوا السكة الحديد، حمد باشا الباسل اتبرع بالأرض بتاع السكة الحديد عشان يجي خط السكة الحديد للفيوم. له مدارس ومساجد كتيرة جداً، في مدرسة الباسل ما زالت موجودة، ميدان حمد باشا الباسل عند قصر الثقافة، شارع حمد باشا الباسل، يعني من الحاجات الاجتماعيات اللي كان بيعملها انه الطلبه ييجوا يدخلوا مدرسه الباسل ويعيشوا في بيت حمد باشا بدون مصاريف، ياكلوا ويشربوا ويروحوا المدرسه كله مجانا، وهو يدفع حساب مرتبات المدرسين والعاملين والاداريين وكله من دايره حمد باشا الباسل.